يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس العلمية في المساجد وهي تأتي مع السائق ثم تذهب معه إلى البيت بدون محرم وهي لوحدها؟ هذه خلوة، هذا ما يحتاج محرم لأنه ليس سفرا، لكن هذه خلوة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذالفه، سواء في السيارة أو في غير السيارة، هذه خلوة لا تجوز. نعم.